الورق لشحن البطاريات. قدمت شركة سوني للإلكترونيات بطاريات تعمل على شوارد الورق وإنتاج الماء. في مؤتمر المنتجات في طوكيو كان لدى شركة سوني مجموعة من الأطفال الذين يقومون بوضع الورق في محلول من الماء المخلوط مع الأنزيمات التي تحلل السليلوز، فيتولد تيار في محرك يقوم بتشغيل مروحة صغيرة. المتحدثة باسم شركة سوني قالت لوكالة فرانس بريس إن آلية العمل في هذا الاختراع تشبه تلك التي يقوم بها النمل الأبيض لتحليل الخشب. ففي هذا الاختراع تحلل الأنزيمات الورقة وتنتج إلكترونات وأيونات هيدروجين تمتزج مع الهواء لتشكل الماء، بينما الإلكترونات تسبب نشوء تيار يشبه تيار باقي البطاريات. هذا النوع من البطاريات البيولوجية قد ظهر من قبل، حيث قام علماء فرنسيون بصنع خلية للوقود الحيوي قوية بشكل كاف لشحن منظم القلب. كما طورت شركة سوني بطارية تعمل على السكر في عام 2007، ولكنها لم تستخدم بشكل واسع لأنها حتى الآن لم تنتج الطاقة الكافية واللازمة لتشغيل التجهيزات الكهربائية لفترة كافية من الزمن. مع أن شركة سوني قالت بأن اختراعها الأخير يستطيع تشغيل MP3، لكن هذا الكلام غير دقيق كثيرا، إلا إذا كانت تقصد شيئا مثل زون أو آيبود تاتش والتي هي أكثر استهلاكا للطاقة. هذا الاختراع يري كيف أن التكنولوجيا متصلة بشكل كبير مع تغذية الآلات الصغيرة، والخطوة القادمة ستكون زيادة طاقة الخرج. الماء يحول الخشب إلى وقود، فإذا عملت بطارية سوني بشكل جيد فسيكون هذا تغييرا مرحبا به في تكنولوجيا البطاريات الذي يستخدم مواد كيميائية تكون سامة قليلا في بعض الأحيان أو يوجد صعوبة في إعادة تدويرها. وبهذا الشكل حتى بطاريات أيونات الليثيوم لن تكون مصنفة كنفايات خطرة، وسيكون هناك حل جيد بدلا من رمي بلايين البطاريات في مكبات النفايات، والذي هو ليس حلا مثاليا للحفاظ على البيئة.